إمبراطورة رومانية لم يكتب التاريخ عنها إلا كل سيء، ما قيل وكتب عنها يسيء لأي امرأة عادية، فما بالنا بإمبراطورة روما. قيل بأنها دعمت الحياة الجنسية بطرق بشعة، وأنشأت بيوت دعارة دعت إليها النبيلات في روما. وأكثر من هذا بكثير، كتب أحد المؤرخين بأنها تفوقت على إحدى العاهرات في مسابقة أقيمت في روما. عن الإمبراطورة ميسالينا زوجة الإمبراطور كلاوديوس نتحدث، وعنها اليوم سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارت الثقافة. لكن قبل أن نبدأ عزيزي المتابع، من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا والإعجاب بالفيديو ونشره. لا تنسى أيضا من فضلك ترك تعليقا نسعد بقراءته، وندعوك إلى زيارة موقعنا manartfirdaus.com. ميسالينا إمبراطورة الرومان قديما، هي أول الحكام الذين قننوا الرشاوي في التاريخ، فقامت بالتشجيع عليها وجعلت للرشاوي تسعيرة تسدد لموظفيها، وكان ذلك في جميع أجهزة الحكومة والأسواق والشوارع. ليس هذا فقط، فلقد أباحت ميسالينا الدعارة، ثم احتكرت هي إدارة كل بيوت الدعارة في الإمبراطورية الرومانية، وقامت بدعوة النبيلات إلى تلك البيوت لممارسة حياتهن بكل حرية. تتهم أيضا بأنها كونت عصابة تضم أخطر اللصوص، وجمعت أكثرهم بطشا وإجراما، وكانت تداهم معهم المدن. ولقد ولدت ميسالينا في 25 من يناير في السنة 17 ميلاديا، وكانت الابنة الوحيدة لوالدها الإمبراطور ماركوس بربتوس. توفي والدها وهي في سن صغيرة، وقيل بأنها كانت في 17 من عمرها عندما رشحتها أم الإمبراطور كلاوديوس أنذاك زوجة له. كان هو في 50 من عمره، وكان الوحيد الباقي من أسرة أغسطس على قيد الحياة. كما كان التقليد أنذاك بألا يجلس على العرش غير رجل من صلب أغسطس أو أصليب أبنائه وأحفاده. كان كلاوديوس هذا قبل توليه العرش رجلا مهزوز الشخصية، لم يشترك في قتال ولم يمسك سيفا. كما قيل بأنه كان يفزع لرؤية المقاتلين الأشداء وهم في تدريباتهم اليومية في ساحة بوليبيا، وكان يعود من جولاته خائفا مرتعدا إلى قصر أمه. وبعد عدة أحداث في الإمبراطورية الرومانية، أصعد كلاوديوس إلى العرش، ثم زوج من ميسالينا التي تغلبت على أمره وتقوت عليه، واستولت بعد ذلك على مقاليد الأمور لتصبح الإمبراطورة الفاسقة. ولقد أصبحت ميسالينا من أقوى النساء في الإمبراطورية الرومانية، وأعطاها كلاوديوس مختلف الألقاب الفخرية، كما كان يتم الاحتفال بعيد ميلادها رسميا في الأماكن العامة. وبسبب ولعه بها، فلقد أعدم الكثير من الناس تنفيذا لأوامرها. ولقد ظهرت هذه الإمبراطورة بشكل مهين في المصادر الرومانية القديمة، التي ذكرت بأنها مشينة قاسية وأنها جشعة وطماعة وغبية، كما تتعلق بها الكثير من الحكايات الفاحشة، خاصة تلك التي تتحدث عن منافستها لإحدى العاهرات في إحدى الليالي لينتهي السباق بينهما بفوز ميسالينا وخسارة العاهرة. ولا تزال هذه المرأة إلى عصرنا تثير الكثير من الجدل بين أوساط المؤرخين لغرابة الحكايات المشينة المنسوبة إليها. أعزائي، هنا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.